السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. معاكم حلقة جديدة، معاكم حازم الجمل. زي ما حضراتكم قرأتوا في العنوان فوق، إن أنا أتكلم النهاردة عن شم النسيم. ولكن كلكم عارفين طبعا إن شم النسيم بيجي في اليوم التاني لعيد الفصح المسيحي، بس اللي انتوا متعرفوش إنه ملوش أي علاقة بالديانة المسيحية، لأن من حوالي 4000 سنة كده قبل الميلاد، حوالي 4000 أو أكتر من بداية الأسرة الخامسة كده، كان بيجي دايما عمك الملك أوزر كاف هو والحشة والكهنة، ويحتفلوا دايما بغروب الشمس وبداية النهار مع بداية يوم جديد وهو فصل الربيع. وكان الاحتفال دايما هو التنزه في الحدائق والمنتزهات والجناين جنب النيل، زي ما بيحصل دلوقتي بالظبط، زي ما احنا بنشوف. وكان الاكل التقليدي لهم كمان عبارة عن بيض وسمك مملح وبصل وخص. ولكن اللي الكل ما يعرفوش ان كل اكله فيهم ليها حكايه عند المصريين القدماء. بالنسبه للبيض، كانوا دايما بيكتبوا على البيض كل امانيهم ودعواتهم، بيحطوها على الشجر او يرموها في النيل. اما دلوقتي احنا بناكله، احنا هنرميه ليه خصاوة؟ نرميه ليه خصاوة؟ اما بالنسبة للسمك المملح، فزي ما عمك هيرودوت جه من اليونان وقال ان السمك المملح كان عند المصريين القدماء من اهم الوجبات اليومية اللي لازم ياكلوها، ده لان طبعا ما عندهمش اي وسيلة تانية لتخزين السمك غير انهم يحطوه في الملح. بالنسبة للبصل، كان المصريين القدماء بيستخدموه ضد السحر والشعوذة وامراض الجن وغيرها، لان كان في عصر من العصور اصيب امير مصري بمرض شديد خلاه يفضل في السرير ما يتحركش لسنين. فجه كاهن من الكهنه وقال علقوا البصل على باب اوضته وعلقوه في القصر، والمفاجاه ان الامير ده اتعالج وقدر فعلا انه يصحى من مرضه ويمارس حياته طبيعيه. اما بالنسبه للخص، وده الاهم بقى، ده انا بصراحه مش عارف، هم اكيد كلوا بصل وكلوا ملح فعاوزين يطروا بقى ولا ايه يعني. المهم، وفقا لكتابه عمك في الاوخارست في بدايه القرن الاول، ان المصريين القدماء اعتادوا دايما على تقديم البصل والخص والسمك المملح والبيض الى الهتهم في مهرجان الربيع. كان المعروف ان العيد ده اسمه شيمو، وكان اسم شيمو ده في اللغه الهيروغليفيه قديما كان اسمه بعث الحياه. ولكن بعد تنصير مصر ودخول مصر في الديانة المسيحية، ارتبط عيد الربيع بعيد الربيع للديانة المسيحية. وبعد ان اصبحت مصر دولة عربية، تغير اسم العيد الى شم النسيم، وده اللي معروف دلوقتي. يعني ما ضفتش انا حاجة خالص، ما قلتش حاجة جديدة. المهم بقى من الفيديو ده كله، ان لو عجبك الفيديو يعني ما تنساش تعمل لايك برضو وسبسكرايب وشكرا. السلام عليكم.